بعد كده عندنا سلطة الطماطم التشاري مع المانجا، عندنا واحد حوالي 750 جرام طماطم تشاري، نص معلقة صغيرة سكر، ربع معلقة صغيرة ملح، واحد مانجا، 3 معلقة كبيرة كزبرة، ربع 4 بصل أخضر مقطع شرايح رفيعة، 4 معلقة صغيرة عصير ليمون، ربع معلقة صغيرة كاري، و2 معلقة كبيرة زيت زيتون. حطيت الملح، السكر، عصير الليمون، الكاري، وهنبتدي ننزل الزيت بالراحة خالص. هنحتاج شوية زيت كمان عشان يدينا ملمس الفينيجرات الحل. اوكي، ودلوقتي ابتدي احط الطماطم، المانجا، البصل الاخضر، والبقدونس، ونقلبهم مع بعض. ودي سلطة بسيطة خالص، بس في نفس الوقت طعمها حلو وألوانها حلوة.